في مثل بيقول إنه جدودنا زرعوا حتى نحن ناكل، ونحن بنزرع حتى أحفادنا ياكلوا. فهذا المثل هو مثل قديم، بس هو بشكل غير مباشر هو sustainable، يعني هو بيحقق الغاية من الزراعة المستدامة، إنه نحن نزرع ونستفيد بس دون المس بحاجيات الأجيال القادمة. عنا بيئيا عدة خطوات مهمة نحن لنقوم بالزراعة المستدامة. أهم هي إنه نحن نكون عنا محافظة على التربة، إدارة للمياه، عدم تلويث المياه، وزراعة أصناف مقاومة للأمراض. تبين انه الزراعه هي شيء منه شيء من البزنس البسيط، يعني العالم ما بتفكر فيه بالمره، يعني حمليته عملته درجه ثانيه يمكن بالسوق اللبناني، وبالعكس يمكن من الاعتمادات الاول الواحد لازم يفكر فيه. اساسياتنا نحن هي كانت على اصناف معينه من الحامض ومن الافوكا والليمون، وفي اكيد الاصناف الباقيه موجوده كمان. ومن ضمن تطوير المجال الزراعي انتقلنا للزراعة الحيوانية بالإضافة للزراعة النباتية، وهذا الشيء عم بيساعد بالأمن الغذائي، عم بيساعد بتطوير الإنتاج المحلي، عم بيساعد الإنتاج للمزارع، وعم يسمح بمجالات عمل أكثر. الدولة مش كتير ملتفتة على هذا الموضوع، ممكن بعض الأحيان كانت في دعم أشياء بسيطة لكن مش مثل ما يجب. سياسيا غياب الدولة بشكل كامل، كان من فترة الثمانينات الدولة غايبة عن القطاع الزراعي، فما قدرت أن تثبت حالها للمزارع وتساعد المزارع. بالنسبة لأسعار المنتجات اليوم صارت أسعار غالية على المواطن اللبناني بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية الموجودة عندنا بالبلد، وبالتالي هذه المشاكل حتعمل بطء بتطوير الزراعة وتراجع بالإنتاج اللي حيخلينا ما نقدر بالسنين القادمة نغطي السوق المحلي. من سيئات الأزمة الاقتصادية هذه السنة واللي قبلها إنه المزارعين ما قدروا يخدموا أرضهم، كان على صعيد العمال أو على صعيد الأسمدة اللي هن بيجيبوها بالعادة، وعلى صعيد المبيدات ما قدروا يأمنوا الخدمة الكافية لأرضهم، بالتالي نحن رح نشوف المشاكل رح تترتب علينا بالإنتاج بالموسم الجاي، رح نشوف على الكواليتي والكوانتيتي تعول الثمرات والإنتاج. ولكن من حسناتها أنه المزارعين رجعوا شوي للطبيعة، أغلب اللي بيعنوا بالشأن الزراعي اعتمدوا التسميد الطبيعي، إن كان كومبوست ولا إن كان فضلات أغنام بقر ماعز، اعتمدوا إنه يسمدوا بشكل طبيعي، فهذه بنعتبرها نحن من الحسنات إنه بلشنا شوي نرجع للطبيعة. رجعت العالم تربي خواريف، تربي دجاج، الأعشاب اللي بتقلعها عندها الطعمية للخروف أو للبقرة، ونفس الشيء بالطعمة للدجاج، فضلات الأكل، وبيرجعوا بيستفيدوا من فضلاتهم هن بيحطون عندهم بالأرض، بعيد عن الاستفادة الغذائية من إن كان لحم، حليب ولا بيض. ثابتة عالمياً، نحن المحافظة على التربة، إدارة المي، والمحافظة على المي وعدم تلويثها، والمحافظة على الحياة البيولوجية.
هودي هن الأساس. هلا طريقة التنفيذ هذه بدنا نرجع لموضوع الدولة إنها هي تتحمل مسؤولياتها وتباشر بتوعية المزارعين بالمجتمع الزراعي وتعمل لهم دورات تدريبية كيف طريقة التطبيق وكيف طريقة المحافظة على البيئة ودعمهم بنفس الوقت بالأدوية البيولوجية.